نرى في الأعوام الماضية بعض الحجاج يهربون أو يهرجون في المسعى أو يهرجون في المسعى وهم يسعون، وبعضهم مثلا يضحك أو يصوت للآخر، فما حكم مثل هذا العمل في المسعى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السعي من شعائر الحج، لقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهو من شعائر الله المشروعة في الحج والعمرة، وهو عبادة من العبادات. واللائق بالمسلم إذا كان في عبادة أن يكون وقورا، وأن يكون خاشعا لله سبحانه وتعالى، مستحضرا عظمة من يتعبد له، ومستحضرا بذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فكون الإنسان يعبث ويضحك ويمرح ويصوت، هذا وإن كان لا يبطل سعيه لكنه ينقصه تنقيصا بالغا، وربما يصل إلى درجة الإبطال إذا فعل ذلك استخفافا بهذا المشعر أو بهذه الشعيرة، فإنها قد تبطل هذه العبادة منه. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطواف بالبيت صلاح، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فالمهم أن الكلام لا يبطل السعي، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتكلم إلا بخير كالطواف. نعم. طيب أيهما أشد، الكلام في السعي أم الكلام في الطواف؟ الكلام في الطواف أشد، لأن الطواف أخص من السعي، فإن الطواف مشروع في كل وقت، العبادة والطهارة فيه واجبة أو شرط قول جمهور العلماء. نعم. وأما السعي فإنما يشرع في العمرة أو في الحج فقط، فلا يكرر، والطهارة ليست شرطا فيه ولا واجبا. نعم. طيب نرى الآن في حول الكعبة أناس يطوفون، فإذا التقى الآخر بالآخر سلم عليه، وهذا قد يدخل في المباح ذكره صلى الله عليه وسلم، لكن يواصلون الحديث ويتشعب الحديث حتى يشتغلون في أمور الدنيا. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. أما السلام ورده فلا بأس به، لأنه من الخير. نعم. لأنه من الخير فلا بأس، لكن كونهم يسترسلون في هذا الأمر هذا حرام، يعني هذا لا ينبغي. ثم إن كان الأمر توسع حتى حصل بيع وشراء كان ذلك محرما، لأن البيع والشراء في المساجد محرم، لا سيما في أفضل المساجد وهو بيت الله.